يا مساء الورد والفل والسعادة على كل مشاهدي صدى البلد وبالتحديد مشاهدي مطبخ البلد. النهاردة بقى هنسيب المطبخ المصري وهنروح لمطبخ الشام. إخواننا اللبنانيين وإخواننا السوريين بأكلهم الجميل اللذيذ هناكل النهاردة كبة لبنية أو كبة بلبن. بس تعالوا مبدئيا كده نرحب بالشيف القمر اللي منوراني في فقرتي النهاردة غالية الخليط. هلو هلو، عامله ايه يا غالي؟ كله تمام، كله بونو بونو، كله تمام. بصي انا منحازه جدا للاكل الشامي وبحب الاكل اللي يبقى فيه زبادي. اوكي اوكي أوه. فانا مبسوطه جدا بالاكله دي النهارده. قولي لي احنا ايه مقاديرنا؟ بصي هي كبيبه، هي اسمها كبه حلو. بس احنا بقى بنعملها بلبن، يعني زبادي بيتعمل على النار وبيتحط فيه الكبيبه. هي اكله سوريه او لبنانيه؟ يعني سوريه ولا لبنانيه؟ الاثنين، بس هي سوريه. أوكي. الأصل سوري. هو عامة هو احنا في مصر بنقول عليه زبادي، بس هو في بلاد الشام بيقولوا عليه لبن. اه صحيح. اوكي فهنعملها مع بعض. يلا بينا. ايه المقادير؟ ايه الاول؟ المقادير زبادي تقريبا يعني كيلو، العلب اللي هي الكبيرة. اللي هي الكبيره دي كيلو. وشويه كزبره وثوم مفروم ونشا وده لما هنزينه بلوز وممكن بسنوبر، ولو مش موجودين الاثنين مفيش مشكله يبقى من غير خالص. والفول السوداني هيبقى بس وبيتقدم مع رز، ممكن رز بالشعريه ممكن رز ابيض، بس انا هخليه يعني رز بالشعريه. اوكي اوكي. الخطوه الاولى، الخطوه الاولى هنحط الزبادي ده. بس هقول لك هو الاول بس كله على البارد. يلا بينا. بسم الله. احنا اول حاجه بنحطها زبادي. انا عايز الزبادي قوي. واطمن كده وقلبي يهدى اول ما اشوف. دي اول حاجه. وممكن نحط معاها بس يعني هي كوبايه ونص ميه بس. احنا اول نحط كوبايه ولو احتاجت ممكن نزود تاني. يعني علبه زبادي، كيلو زبادي. كيلو عليها ميه، نخفها شويه ميه. حلو. وشويه رشه ملح، معلقه صغيره. وثلاث معالق صغيره نشا. بنقلبها بس على البارد كده الاول كل المقادير مع بعض. بعد كده بنحطها على نار مش عاليه ومش هاديه. انا عايزه دردش معاكي، بس هتعرفي تدردشي معايا وتشغله ولا هنتوتر؟ لا لا، احنا مش حاجه، احنا قاعدين في الصاله عندكم. يعني الموضوع ابسط من البساطه. والله لا تمام. انت عملتي فيديو قبل كده اللي هو الفاست ابل باي. فاست ابل باي الابل باي المعروفه اللي احنا بناكلوها بره بتاعت ماكدونالدز، صح؟ لا مش ملناش دعوه بتاعت مين. لا يعني هي دي انا عملتها بدل عجينه بتوست. بتوست بس الفيديو ده عمل مشاهدات كتير قوي. هي الفكره جديده شويه، بس ان هي تبقى سهله في البيت. يعني كل مقاديرها موجوده وما بتاخدش 10 دقائق. اوكي. بالتوست، مفيش اي عجينه تانية خالص. هو التوست. حلو قوي. بس كده ف يعني عجبت الناس مع اني ما كنتش مقتنعه بيها. انت مصريه؟ مصريه سوريه، صح كده؟ بس يعني مصريه سوريه، الاب ولا الام؟ البابا مصري وماما سوريه. رحتي سوريا قبل كده؟ وانا صغيره قوي. اوكي. بس انت نقدر نقول 90% من الماتيريال بتاعك على السوشيال ميديا اكل سوري. ما بحبه. كلنا بنحبه، كلنا. لا بس في حاجات مصريه والله، يعني انا بحاول بس ان انا ابقى مختلفه شويه. أوكي. يعني كل البيجز اكل مصري مصري، فانا حابه كنت ادخل السوري لان الناس كلها بتشوف اكل سوري صعب يتعمل. يعني هو هنا المفروض ان الكبيبه بتتعمل هوم ميد، بس انا يعني قلت خليها تبقى جاهزه وكده الوصفه مش هتاخد ربع ساعه. طب الكبيبه عامه مقاديرها اعرف ان هي لحمه مفرومه متعصجه تمام. لا وبرغل. لا بس الطريقه بتطول شويه. بتطول وصعبه، يعني صعبه قوي ان في حد يقعد يعملها وليها ماشين معينه بتتعمل. ماشين لو انت يعني لسه بتبتدي؟ لا ماشين، لكن هم بيعملوها على ايديهم عادي السوريات. يعني احنا على فكره يعني عندنا في البيت بنعملوها كور عادي وسكي سكي والدنيا جميله. يعني انا قلت اخليها سهله لان انا يعني هدفي. وفي يعني ثانيه واحده، وانت بتسهلي خطوه ان احنا نعملوها يعني بايدينا، وفي اسهل من كده؟ لا ما هو في ناس ما بتحبش تعمل كده،
يعني في ناس ما بتحبش المطبخ، انا بحاول اخليهم يعني يحبوه شويه. اوكي بس لا ما تقلقيش يعني ناس كتير بتعمل كل حاجه بايديها، بنعمله كل حاجه في بيوتنا بايدينا، واعتقد ان ناس كتير من اللي بتتفرج علينا بتعمل كل حاجه بايديها، بتعمل كل حاجه. هم عملوا جهاز كمان يكور الكفته، يكور ده كل حاجه. ماشي اوكي، انا بس عايزه هدي. اوكي بص انا هسيبه هنا على النار شويه. اوكي بس انا عايزه ايه، اول ما يغلي هحط فيه الكوبيبه واسيبه على جنب. حلو قوي. حلو، بيقعد قد ايه تقريبا؟ ده لا اقل من 5 دقايق. هو الزبادي ممكن يتحرق على النار؟ اه لو نار عاليه. أوكي. هو بعدين ممكن يعني يكتل، يعني لو سبتيه يعمل كتل. اه فمعلش لا عادي ولا يهمك، عشان كده بس اكل سوري فانت معذوره. اوكي انا عايزه اهدي عليه بس هو اوكي. قولي لي احنا بقالنا قد ايه على السوشيال ميديا بقى؟ 4 شهور. 4 شهور على السوشيال ميديا ما شاء الله. اه وصلنا. كلميني عن اعلى فيديو ليكي كان ايه، كان لايه بالظبط، يعني ايه فكرته وايه الدنيا؟ بصي كان عملت كرواسون، اه كان جايب نسب مشاهده برضو عاليه. اوكي وكمان كان في تشيكن كاري. وكان والمناقيش برضو كانت اي ثينك عجبت الناس شويه. وفي بقى حاجات بتبقى سهله، يعني في مثلا كنت عملت شريمب دايناميت. جمبري ايه؟ اللي هو الدايناميت شريمب اللي هو بيبقى بصوص كده معين. أوكي. موجود بره. فدي ما تكلميني في الحاجات الموجوده هنا. انت بتصعبي الدنيا عليا. انت جايبه لي جهاز بيطور كفته، الحياه ابسط. لا يعني في حاجات، في ناس يعني كل واحد اذواق، في ناس بتعجبها حاجه معينه وفي ناس يعني. فانا بس احنا يعني هقول لك على حاجه، انا مبسوطه قوي في البرنامج هنا لان احنا طول الوقت متبنيين فكره البدائل الارخص او البدائل الصحيه، او فكره انه ازاي نعرفوا نعملوا اكل بره بيتباع بمبالغ كتير جدا في البيت عندنا. فعشان كده هتلاقيه طول الوقت بقول للناس لا اديني بديل ارخص شويه، لا اديني حاجه بديل صحي شويه. فهو مش غلاسه والله، بس احنا متبنيين وجهه النظر دي. اوكي انا بس على جنب كده لحد ما هي هتغلي. اوكي اوكي بس انا معلش انا عندي مشكله بس انه مش راضي يعلي النار. فانا اوكي هي العين الثانيه شغاله؟ طيب دي دي شغاله. دي بس عايزاها تعلى سنه عشان ايوه خلاص. اوكي اوكي هنا هجيب طاسه احط فيها شويه زيت. تمام. وتقريبا معلقتين كبار زيت ذرة عادي، اي زيت. معلقتين كبار ثوم. واقلبهم دقيقه تقريبا. حلو اوكي. هي دي تقريبا زي الطشه. اوكي اللي هتتحط على الوش. ايوه افتكرت. هي دي يبقى شويه زيت وعليهم ايه قلتي تاني كده؟ زيت ومعاهم معلقتين كبار ثوم. هقلبهم دقيقه. وبعد كده هنزل عليهم واقلبه دقيقة كده بس اللي هو ياخد لون بس بسيط. اوكي وبعد كده هنزل عليه بأربع معالق كبار كزبرة خضراء مفرومة. حلوة قوي حلوة قوي. الأكلة دي عادة ليها مناسبة في سوريا ولا هي طول الوقت؟ لا دي أكلة تراندي عادي جدا زي الملوخية عندنا والله. اوكي زي الفل. بس مين اكتر حد، مين اكتر حد عندك في العيله بجد شجعك، ومين اكتر حد قال لك لا مش بتاعتنا مش شبهنا بلاش سوشيال ميديا؟ طيب انا هقول لك بس هي دي هنحط الكوبيبه بس هنا كده ونقلب يعني نسيبها اللي هي ايه تمسك مع بعض. اوكي اكتر حد شجعني كان جوزي. اوكي يعني انا بحب الطبخ جدا بحب اطبخ، فهو كان اكتر واحد قال لي يعني واي نوت ان انت تبتدي تعملي البيج. فقلت له لا يعني مش في مالي ولا في بالي اي حاجه، قال لي جربي. اوكي فهو كان اكتر واحد، والسوشيال ميديا بقى اكتر اثنين كده صحابي بس فريند يعني هم اللي شجعوني. انهي انتقاد بيبقى لاذع اكتر، لما تعملي لجوزك واولادك غدا في البيت ويقول لك مامي مثلا ده مش لطيف ده، او حد يدي كلمه حاده شويه في البيت، ولا انتقادات الناس على السوشيال ميديا؟ مين بيوجع يعني، مين نفسيا بيوجع؟ مين بيوجع اكتر؟ لا انتقادات الناس. انتقادات الناس. اوكي يعني اي حد بيتضايق لما حد بينتقده يعني اللي هو ليه؟ ايه اسخف تعليق تفتكريه؟ مش هتكملي. مش هتكملي؟ ده احباط. لسه بقالك 4 شهور لسه. يعني لسه بتبدأي وما شاء الله منورانا بصدى البلد. فاعتقد يعني انت ماشيه على التراك الصح. ماشيه على التراك الصح يعني ادعي ده. بصي هي هنا كده غليت فخلاص كده يعني انا هشيل دي على جنب.
وهجيب لي لا دي هبتدي بقى هنا التقديم. بس انا اوكي هبتدي اخد دي. بس الكبه اللبنيه او الكبه بلبن بتتصنف على السفره السوريه اكله اساسيه ولا ابيتايزر؟ لا 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 اساسيه. اوكي يعني كبه بلبنيه بس انا باكلها في مطاعم بره بتبقى ساقعه، يعني الزبادي ده بيبقى ساقع. لا هم ممكن عاملينها ابيتايزر، بس هي يعني هي الصح ان هي بتتاكل. وفي حاجه ثانيه اسمها شيش برك برضو، بتبقى عجينه فيها لحمه مفرومه. دي برضو حاجه اساسيه نفس طريقه الزبادي دي بالظبط، بس بعجينه زي الباستا كده بيبقى فيها لحمه مفرومه. أوكي. وفي شيخ المحشي كوسه برضو، ومحشي كوسه بالزبادي. وايه الفرق بين المحشي بتاعنا احنا المتعارف عليه؟ هقول لك ان المحشي بتاعنا بنعمله بخضره. لا هناك برز ولحمه. اوكي بس والدولمه برضو نفس الموضوع. الدولمه برضو لحمه بالظبط كده. اوكي بص انا كده خلصت، يعني مش خلصت وانا يعني. طب ايه من المطبخ السوري لو في حد بيعمل دايت تنصحيه بيه كتير؟ لا صعب اكل السوري. لا الاكل السوري ما مش دايت خالص. اوكي خالص. لا يعني التبوله. لا طبعا طبعا اهو ما انا بحاول افتح لك. مش دايت التبوله، الزيت زيتون اللي فيها كتير قوي مش دايت. البرغل مش دايت. بص احنا هنا حطيناها وحطينا عليها الكزبره بالثوم. اخر حاجه بس هحمر شويه لوز. اوكي ممكن نعمل صنوبر وممكن ما نعملش خالص، ممكن من غير مكسرات خالص. طب انا اقول لك على فكره حلوه كنت بعملها في التبوله علشان اخليها مور هيلثي. تعملي ايه؟ هقول لك انا بقى. كنت بجيب البقدونس واقطعه حاجات صغننه خالص. أوكي. واجيب علبه تونه. تضحكيش عليا عشان دي تطشات انا. لا اوكي ما تتوتريش هوصل لك المعلومه. علبه تونه خلاص واحطها في طبق واحط عليها التبوله اللي هي عباره عن بقدونس مبشور، بصل مبشور نونه خالص، طماطم تبقى ناشفه مبشوره نونه نونه خالص، وخل وليمون وشويه ملح ونقطه زيت زيتون. والبرغل بنقعه في ميه طبعا، بس على فكره هو البرغل مش بيتخن، هو كارب حلو. يعني كارب سهل الحرق ومفيد ومشبع جدا. مفيد جدا وبينفش في المعده. فاحنا برضو يعني نقدر نزود التونه بس البقدونس. يعني لو زودنا البقدونس اكتر فيها مع التونه مش محتاجين نزود قوي برغل، فبرضو بقت وجبه جميله ولطيفه وينفع تتاكل بالمناسبه بعد التمرين وفيها بروتين. طبعا فلذيذ فلذيذ. كل حاجه تنفع معانا. كل حاجه تنفع. لا كل حاجه غاليه تنفع. لا بس هي اخر خطوه خالص هي اللوز ده اللي هنحطه على الوش. اوكي وهنقدمه مع رز ابيض. حلو الاكله دي احنا قلنا تتعمل بسنوبر بلوز او ممكن من غير خالص. من غير خالص لو مش متاح مش مشكله يعني. ولو فول سوداني ومتحمص لا بلاش. لا. مش هيبقى لطيف. لا لا اوكي بلاش. يبقى بلاش خالص لو ما بلاش خالص لو مش موجود بلاش. اوكي انا بس محتاجه اخد لون. هي دقيقة واحدة وهتبقى جاهزة على طول. اوكي. شمين الريحة يا ولاد. شمة؟ محتاجة تدوقي بقى عشان انا شمة جدا. ايه أكتر أمنية بتتمنيها في 2023؟ إن حاجة في شغلي يعني؟ حاجة في أنتِ بتشتغلي حاجة غير السوشيال ميديا؟ لا خالص. اوكي. خالص يعني انا دي هوايه. انا كانت الطبيخ ده هوايه، انا بس قلبته اللي هو ايه ممكن اجرب اعمل بيج اشوف راي الناس. يعني احنا ستات بيوت امارات قوي وبنلعب على السوشيال ميديا كده بس كده في الوقت الفاضي. ايه امنيتك بقى في شغلك؟ بما ان ده خلاص بقى شغلك. يعني امنيتي ان انا ابقى اتشاف كده. تتشافي اكتر؟ قوي. اوكي بس دي امنيتي يعني. بس خلي بالك انك تتشافي اكتر ده برضو مسؤوليه وبتحتاج مجهود، لان انت هتختلفي ازاي؟ طبعا ما هو اصل ناس كتير بتطبخ. ما انا بحاول ان انا يبقى الطبيخ بتاعي سهل. أوكي. يعني ما يبقاش حاجه مثلا تاخد وقت، اي حاجه بتاخد وقت ان انا اقلبها تبقى حاجه سهله.
اوكي يعني بتتعمل بسرعه، يعني زي الابل باي مثلا اللي هي لا ممكن تتعمل بتوست مثلا فمش هتاخد وقت. طب معلش سريعا كده قولي لي ازاي الابل باي عملتيها بتوست من غير عجينه ال... هتجيبي التوست الابيض عادي، حلو، هتقطعي الاطراف بتاعته وبالنشابه يعني بتفرديه، وببقى عامله الابل باي يعني الابل نفسها بعملها على النار، بقطعها مع شويه سكر وقرفه واقعد اقلبها لحد ما تبقى كريمي خالص. تمام. بس وبحشيها وبقفلها وبدهن على الوش شويه بيض بدخلها فرن. يعني انت بتحولي العيش التوست لعجينه رغم ان هو استوى بالظبط، بس كده، وبتشكليها وبتحطي جواها الحشوه اللي احنا عملناها اللي هي التفاح بالسنابن صح كده؟ بالظبط كده. اوكي. بس بتبقى سهله قوي ومش هياخد وقت خالص. الله. ونفس الطعم تقريبا يعني ما. احلى حاجه في الاكله دي يا جماعه عشان اكلتها قبل كده ان هي مززه. شويه مززه كده و... جميله. اوكي تحبي تدوقي؟ ايه؟ تحبي تدوقي؟ ها؟ ها؟ قولي دلوقتي. طيب دي هاخد واحدة بس، هاخد واحدة في الفصل ولا هاخد واحدة دلوقتي؟ في وقت اخد واحدة دلوقتي؟ زي ما انت عايزة. ايه يا ولاد؟ معانا وقت ادوق؟ أوعدك في الفصل. اوكي خلاص هدوق دواقة. طيب أنا هبهدل الدنيا دواقة. شرفتيني ونورتيني يا غالية. ميرسي. أنا بجد مبسوطة إن أنا شفتك جدا وربنا معاكي. أنا متأكدة إن أنتِ في أقل من سنة إن شاء الله هتجيلنا تاني بس وأنتِ عاملة مشاهدات أعلى بكتير علشان أنتِ بجد مجتهدة وبتحولي الحاجة اللي أنتِ بتحبيها لشغلك وحاجة تتشاف. مبسوطة جدا إن أنا كنت معاكي. وأنا أكتر والله. ميرسي ليكي. لحد هنا للأسف بتخلص فقرتنا، هطلع فاصل وأرجع تاني من فضلكم استنونا شوية. بعد ما اكلنا بقى وخربنا الدنيا في الفقرة الأولى، عودة مرة أخرى لصوابنا، نراجع نفسنا كده بقى بدون جلد ذات وبدون مجهود كتير، بدون ما نقعد نلف ونروح كتير في طرق كتير مش عارفين اخرتها ايه. انا هبدا ازاي؟ انا همشي بالورقه بتاعت جارتي ولا انا هروح اعمل مش عارف ابر صينيه ولا انا هاخد زبادي بالليمون ولا هعمل ايه علشان برضو ما نفاجئش في اخر فصل الشتاء ان الدنيا باظت مننا ونقف فجاه كده نقيس هدومنا نلاقي الدنيا باظت. تعالوا نشوف ايه احدث الطرق العلمية والطبيعية والم... يعني متفق عليها وحصل على تصريح وزارة الصحة اللي هتكلمنا عنها بالتفصيل النهاردة الدكتورة الصيدلانية حنان الحسين. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا نودي، عاملة ايه؟ كله حلو؟ كله زي الفل الحمد لله. انا عاجبني قوي ان البرنامج بتاعك متنوع، يعني الفقرة الاولانية طبخ بنعك. أيوة. الفقرة الثانية بنخس. ايوه. احنا لازم نرضي جميع الاطراف. بالظبط كده، مش هنفضل نقول للناس نخس نخس نخس، لازم فاهمه صح. بس ما بالك بقى لو كان الكورس بتاعنا بتاكلي زي ما انت عايزه، حتى الوجبات اللي انت بتعمليها في الفقره الاولى عندك في البرنامج هيعملوها الساده المشاهدين وهيخسوا كمان عليها مع كورس الانسيه. يعني يقدروا ياكلوا نفس الكميات بتاعتهم بنفس الاصناف بنفس الاصناف بنفس كل حاجه، بس هياخدوا الكورس مع الاكل بتاعهم كده كده. الكورس عشان فيه كبسولات الاناسيليم، فيه قشور السيليم بتنفش في المعده فبتدي احساس بالشبع، فهم من نفسهم لو هم بياكلوا 10 معالق رز في الطبق هيخلوها 5 لان هم شبعانين. انت وانس انك بتشبعي يا ندى ما بتحبيش انك تاكلي، خلاص انت شبعتي فهتاكلي ايه؟ مش هتضغطي على نفسك بالاكل. هو ده اللي بيحصل بالظبط مع كبسولات الاناسيليم. هم بياخدوا الكبسولات الاناسيليم قشور السيليم الياف طبيعيه 100% ملهاش سعرات، يعني ما بتخنش، بتملى في المعده بتنفش في المعده فهتديني احساس بالشبع، فبالتالي مش هقدر اكمل الاكل اللي انا متعوده ان انا اكله. عشان كده دايما بسهلها على الناس وبقول لهم يا جماعه خدوا كورس اناسيليم ونفس اكلكم، كده كده الاكل طبيعي بيقل لان احساس الشبع بيبقى على طول سريع مع كبسولات الاناسيليم. سد الشهيه بيبقى اقوى مع كبسولات الاناسيليم والقهوه الخضراء اللي موجوده في الكورس. طيب خلينا نقسم الناس اللي عايزه تخس نوعين. ناس التارجت بتاعها كبير جدا، حد عايز يخس 60 كيلو 50 كيلو، تمام. حد تاني عايز يخس 10 15 20 كيلو ماكسيمم حاجه كده. صح. الفرق بين الاثنين ايه؟ يعني هل دول بياخدوا حاجه معينه من الكورس ودول بياخدوا حاجه تانية؟ احنا عاملين بقى حاجه حلوه قوي قوي وتنفع جدا للناس اللي انت بتقولي عليه بدون جانب، ان احنا عاملين عرض النهارده، عرض الشهر. عرض الشهر ده الناس اللي عايزه تخس 10 كيلو 12 كيلو طبعا بنقول لهم ياخدوا عرض الشهر ده، هيبقى مناسب جدا بالنسبه لهم. عليه خصم 50%، عباره عن ايه؟ كبسولات الاناسيليم، كبسولات القهوه الخضراء، وكريم شد الترهلات، ومعانا هديتين، كريم البطن
البشره وكريم العظم، يعني خمس منتجات هيوصلوا لحد باب البيت من غير مصاريف شحن او توصيل من خلال الارقام اللي ظهر قدامهم على الشاشه، الواتساب لنفس الارقام وصفحه الفيسبوك الموجوده دلوقتي على رسائل صفحه الفيسبوك يقدر يوصل لهم الخصم 50% لعرض الشهر الواحد لاول 100 متصل زائد الهدايا. الناس بقى اللي عايزه تنزل 30 40 50 فما فوق بننصحهم بكورس الثلاث شهور، هيبقى موفر جدا جدا بالنسبه لهم. حد ادنى مع عرض الثلاث شهور هتنزلوا 30 كيلو في الثلاث شهور، يعني كل شهر 10 كيلو هو عرض ثلاث شهور، فبننزل 30 كيلو في الثلاث شهور. ده عليه خصم 75% يا ندى، خصم 75%، يعني الناس هتدفع 25% بس من السعر بتاع الكورس اللي هو ربع سعر الكورس بس. ده لأول 50 متصل. معانا طبعا حاجات كثيرة تانية، معانا كريم بشرة، معانا كريم عظم هدايا، معانا فيتامين يكفينا لمدة الثلاث شهور، ومعانا كمان كريم شد الترهلات لمدة الثلاث شهور برضو. بس خليني برضو أخد من كلامك، قلتيلي إن إحنا في حال إن إحنا نزلنا العشرة كيلو الحد الأدنى بتاع الكورس، يعني انا على مدار 3 شهور اقدر اكون خسيت 30 كيلو. 30 كيلو كحد ادنى، ده حد ادنى. أيوة. بدون بقى ما اقلل في اكلي، بدون ما امنع سكر، زي ما قلت لك انت كده كده بتاخدي كبسولات الانسيليم فاكلك بالتبعيه بيقل. علشان كبسولات الانسيليم فيها قشور السيليم اللي بتسد معانا الشهيه ندى، كمان بتعلي جدا معدل حرق الجسم، كمان بتزود الاحساس بالشبع لفتره طويله. فبنلاقي ان احنا بعد ما ناخد كبسوله الانسيليم بنفضل من 4 لـ5 ساعات شبعانين، لان الالياف لسه في المعده، لسه محسساني بالشبع، لسه ماليه المعده، فبالتالي محسساني بالشبع، بتزود كمان تركيز هرمون الشبع اللي هو الليبتين في الدم. طيب احنا كده عالجنا مشكله الشراهه في الاكل او الاحساس بالجوع بشكل مستمر عن طريق ان انا حطيت الياف طبيعيه طول الوقت في المعده فمحسساني بالشبع. طيب مشكله الحرق، ودي مشكله السواد الاعظم طبعا رجاله وستات. صحيح. وفي ناس كمان تقول لك يا ندى انا عندي مشاكل في الغده الدرقيه مخليه معدل حرق عندي نايم وخملان، انا عندي مشاكل في الحرق نتيجه للعوامل الوراثيه، عندي مشاكل في الحرق بلاقي نفسي ما باكلش كتير ومع ذلك بزيد في الوزن، طب ايه الحل؟ هنا بنقول مشكله حرق الجسم بيبقى خامل او كسلان، فمحتاجين نعلي معدل حرق الجسم بطريقه طبيعيه امنه من غير ما تسبب لي اضرار، من غير ما تلعب في كيمياء المخ. فبنديهم ايه؟ على طول كبسولات الانسيليم فيها مستخلص التوت البري اللي هو الاكاي بيري، بيرفع معدل الحرق 4 مرات معدل الحرق الطبيعي بشكل امن جدا. رقم 2 عندي كبسولات القهوه الخضراء، من اكتر الحاجات اللي بتزود يا ندى حرق الجسم هو القهوه الخضراء، حمض الكلوروجينيك رائع بيزود الحرق بشكل طبيعي 100%. فبتلاقي الناس اللي عندها مشاكل في حرق الجسم، في مشاكل في ان هما يتخلص من الدهون الموجوده في الجسم، سهل جدا بيتخلص بيها بمنتهى السهوله مع كبسولات الانسيليم والقهوه الخضراء. طيب خليني اقف هنا شويه، لان بعض الناس ممكن تروح تشتري بعض المنتجات مجهوله المصدر، اللي ما بنبقوش عارفين هل دي فعلا وزاره الصحه موافقه بيها ولا لا، طب هل هي اكسبايرد ولا لا، طب انا جايبها منين؟ ما هو احنا احيانا بنطلب اونلاين، احنا مش عارفين من الجهه اللي بنشتري منها. بالذات بقى عند حته الفات بيرنر او الحاجات اللي بتعلي الحرق. لو عايز اعرف ان الحاجه اللي بتعلي حرقي اللي انا اشتريتها دي ضراني او نفعاني، ايه العلامات اللي بتظهر عليا؟ هي اول حاجه لازم يكون ترخيص وزاره الصحه المصريه موجود. طالما ترخيص وزاره الصحه المصريه موجود يبقى تضمني يا ندى ان احنا المنتجات اللي بنتكلم عليها كلها امنه، لان مستحيل وزاره الصحه المصريه هتدي الترخيص لاي منتج غير لما تبقى عارفه كويس ان المكونات مطابقه للمكونات اللي عندهم، ان ما فيش اي اثار جانبيه ممكن تسبب لي مشاكل. فالكورس كله بكريم البشره بكريم العظم مرخص من وزاره الصحه المصريه بالكامل، كله مواد طبيعيه 100%، مناسب لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا، رجاله، ستات، اطفال، كبار سن، وكمان اصحاب الامراض المزمنه. يا ندى ملوش اي اثار جانبيه، ملوش اي اضرار على اي حد. كورس الانسيليم بيخسس في الشهر الواحد من 10 كيلو ل15 كيلو في الوزن، بالنسبه للثلاث شهور يا ندى بينزل فيهم من كحد ادنى 30 كيلو في الثلاث شهور، طبعا في عرض الثلاث شهور اللي عليه النهارده خصم 75%. عالجنا مشكله الشراهه وعالجنا مشكله الحرق المتوقف، ايه المشكله اللي بتقابل تاني مرضى السمنه؟
الترهلات من اكتر المشكله، يعني بخبرتي في مجال التغذيه العلاجيه من اكتر الحالات اللي بتيجي تقول لي انه انا خسيت بس عندي ترهلات، خسيت عندي ان الجلد بالبلدي بتاعنا كده يا ندى بنقول جلد مرهرط، البطن تتمسك كده، الدراع يتمسك كده، فايه الحل هنا؟ الحل هو كريم شد الترهلات. كريم شد الترهلات موجود معانا في عرض الشهر وعرض الثلاث شهور، هيشد الجلد، هيمنع الترهل، هيعالج حاجه اسمها الايجنج اوف ذا سكين اللي هو شيخوخه الجلد. احيانا تلاقي بنات في العشرينات في 15 و25 سنه تلاقي الجلد بتاعهم معجز، فساعتها بندي كريم شد الترهلات لان في كولاجين، في فيتامين اي، في مجموعه كبيره من الزيوت اللي بتقدر تديني ترجع نضاره الجلد، ترجع حلاوه الجلد، ترجع الكولاجين وترجع شكل الشباب الدايم للجلد. فده معجز بمعنى انا ساعات والله بجد يا دكتور حنان بشوف بنات عندها 20 و22 سنه وملمس جلدهم حتى ايديها صح ناشف جدا. ايوه بالظبط، فعشان يعني كده فيتامين اي اللي موجود في الكريم، الكريم فيه جليسرين، الكريم فيه ميه، الحاجات دي كلها بترجع الترطيب للجلد، فتلاقي ان انت بعد فتره من استخدامك الجلد بقى طري جدا، بقى ناعم جدا جدا، بقى مترطب قوي، بالاضافه انه شد الجلد بيساعد جدا في شد الجلد، بيرجع لي، بيعالج كمان السيلوليت، بيعالج كمان الاسترتش ماركس اللي هي علامات التمدد البيضاء اللي بتظهر في الحوامل عند منطقه البطن او في الارداف في بعض السيدات. فبنلاقي ان كريم شد الترهلات مناسب جدا لكل السيدات، سواء كان اللي عايزه تخس، اللي عايزه تشد الجلد، اللي عايزه تعالج السيلوليت اللي هو قشر البرتقان، اللي عايزه تعالج الاستريتش ماركس، اللي عايزه ترطب جلدها. كريم هايل الحقيقه، والحقيقه كل الناس اللي جربته عارفه جدا وكانوا بيسالوا عليه، بس هو كانت كميه خلصت فرجعناها الحمد لله. من ضمن برضو الحاجات اللي بيبقى شكلها سخيف جدا لبعض الناس لما تيجي مثلا يبقى عندك بيبقى في كده زي تعرجات في الجلد بالظبط، سيلوليت ما هو بيبان قوي في البناطيل جينز، بيبقى شكلها رخم اللي هو انت ساعات بتبقي عايزه تلبسي حاجه طويله مش عشان انت مليانه بس عشان انت عندك المنطقه دي ملفته وشكلها مش لطيف. برافو عليكي، برافو عليكي فعلا يا ندى، ده بيحصل كتير جدا وده اسمه السيلوليت او بنسميه اللي هو قشر البرتقان بالبلدي كده، ان الجلد متعرج، الجلد طالع ونازل، فايه وده بيبقى في الارداف وخصوصا عند السيدات، وهتلاقيه اكتر في السيدات اللي نزلت كتير في الوزن، يعني نازله كيلوهات كتير في الوزن. فاحنا بنمنع وجود السيلوليت، بنمنع تكوين الاسترتش ماركس، بنمنع الترهل والرهرطه بتاعه الجلد بكريم شد الترهلات وحرق الدهون. اوكي، ايه البرودكت اللي بعد كده معانا بقى؟ بصي بقى يا ستي، انا عايزه بس افكر الناس حبايبنا بالعروض بتاعتنا، ان كورس الاناسيليا معامل النهارده خصم خطير لاول 100 متصل، عرض الشهر عليه خصم 50%. عباره عن ايه؟ كبسولات الاناسيليا، كبسولات القهوه الخضراء، وكمان كريم شد الترهلات، ومعانا هديتين، كريم البشره وكريم العض. يعني اي حد بيتفرج علينا دلوقتي يا ندى لو اتصل على الارقام اللي ظاهره قدامهم على الشاشه هيطلب الكورس، هيجي له الكورس بخصم 50%، وكمان معانا خمس منتجات لحد باب البيت، شحن وتوصيل مجانا، متابعه مع الفريق الطبي مره كل اسبوع مجانا. عرض الثلاث شهور ده عليه خصم 75%، ده لاول 50 متصل يا ندى. طبعا للاسف يعني احنا مقللين عدد المتصلين هنا في عرض ال 75 في الخصم 75% اللي هو عرض الثلاث شهور، لانه منتجاته كتير فمش هنقدر نفتح كده الاتصالات. هو على فكره هو منطقي جدا منتجاته تبقى كتير، لانه عاده اللي بيتارجت وزن كبير او يخسر وزن كبير بيحتاج في الرحله دي حاجات كتير قوي كلها بتكمل البعض. صح صح، برافو عليك. عشان كده معانا في الشهر الاولاني كبسولات الاناسيليوم وكبسولات القهوه الخضراء، الشهر الثاني كبسولات القهوه الخضراء والسليمنج، كبسولات سليمنج، الشهر الثالث كبسولات سليمنج، معانا بقى فيتامين هيكفينا لمده 3 شهور يا ندى، وكمان كريم شد الترهلات هيكفينا لمده 3 شهور، وكمان هدايا كريم البشره وكريم العظم، ده كله بقى بخصم 75%. متابعه مع الفريق الطبي، متابعه مجانيه مره كل اسبوع، وطبعا ما ننساش الشحن والتوصيل مجانا جميع محافظات مصر. طيب عايز اعرف حاجه، ليه الكورس ده بالتحديد؟ يعني في كورسات كتير جدا على السوشيال ميديا بتتباع وبالمناسبه قد تكون محققه نجاح، بس دايما لما تخشي تشوفي ريفيوهات الناس عندكم على السوشيال ميديا ودي من الحاجات اللي بتبسطني، انا بلاقي ناس بجد بتخش تدعي لكم. صح. يعني في الكومنتات وبلاقي ناس تانية تقول لك انا مش هقدر انزل صورتي قبل وبعد بس والله الله يبارك لك. الحمد لله. والله صح. انا فعلا الدنيا الحرقه عندي كان واقف. وهل فعلا الدكاتره بيتواصلوا مع الحالات دي اسبوعيا؟ طبعا طبعا، اهم من الكورس نفسه متابعه الفريق الطبي. انت عارفه برضو يا ندى حتى احنا لما بنخس مثلا او حتى لو هتعملي دايت مثلا خفيف بينك وبين نفسك بتزهقي،
لكن لو حد وراكي، حد بيتكلم معاكي، هي عملتي ايه، نزلتي قد ايه في الاسبوع ده، عندك اي سؤال اي استفسار، ده بيبقى زي بوش كده، دفعه وتشجيع من الدكاتره ان هم يكملوا. فدي نقطه مهمه جدا، وخصوصا الناس اللي عايز تنزل اوزان، يعني 5 10 15 20 فما فوق، فمحتاجين لازم الدفعه دي. فمتابعه الفريق الطبي طبعا متابعه مهمه جدا لاي حد خد الكورس، سواء كان عرض الشهر او عرض الثلاث شهور. نقطه ثانيه يا ندى، طبعا صفحه الفيسبوك دلوقتي قدامنا هي على الشاشه، صفحه وان دايت، تقدروا من خلال الصفحه دي تطلبوا الكورس بخصم 50% للشهر الواحد، خصم 75% لعرض الثلاث شهور. كمان يا ندى مهمه قوي، انت كنت بتقولي انه كورس الاناسيليم بيفرق ايه عن باقي الكورسات الثانيه، او اللي حتى يعني ايه سبب فكره الريفيوهات الحلوه كتير اللي على السوشيال ميديا. انا ببسط قوي، يعني انا ببسط لما بلاقي الناس بجد من كتر ما هي وصلت لنتيجه حلوه، ما عندهاش مشكله انها تخش بالريل اكاونت بتاعها تقول انا خسرت مثلا 20 كيلو، انا خسرت 30 كيلو، الله يبارك لك، الله يكرمك، مش عارف ايه، الحاجات دي بتفرحك جدا. طبعا طبعا، ودي اكيد بتفرح كمان الفريق الطبي جدا جدا، دكاتره. فعايزه اقول لك الحقيقه، السبب في نجاح كورس الاناسيليا مش سبب واحد ولا سببين ولا ثلاثه، اكتر من كده بكثير يا ندى. اول حاجه، كورس الاناسيليا مش وليد اللحظه، مش موجود من امبارح ولا اول امبارح ولا من سنه ولا من سنتين. كورس الاناسيليا بقاله 7 سنين في السوق، فكل يوم نجاحه بيزيد عن اليوم اللي قبله. لو كان كورس مش ناجح ما كانش يكمل 7 سنين، دي رقم واحد. رقم اتنين، ودي مهمة قوي، ان كورس الاناسيليا مش بس منتج واحد او منتجين، دول 3 منتجات بيكملوا بعض بخلاف الهدايا. فاحنا هنخسسك، بنحوط الجسم بكذا منتج، هتخسي يعني هتخسي معانا، وكمان بنعالج العواقب او المضاعفات اللي ممكن تحصل نتيجة لفقدان الوزن. يعني لو بشرتي ممكن مثلا يحصل لها ترهل، لا انا بلحقها بالكريم البشرة اللي هو الهدية اللي عندي. لو العظم ممكن يحصل له مشاكل، لا بلحقه بكريم العظم الهدية اللي عندي. لو في فيتامينات او معادن هفقدها في الجسم، الحقها بالفيتامين اللي هيكمل معانا الثلاث شهور. فبالتالي بدي الجسم الفيتامينات والمعادن اللازمه اللي هتخسسكم بشكل صحي من غير اي مضاعفات. طيب تعالي نروح للصور، يلا بينا. ودي الفقره اللي بتحسي ان الحلم قريب مش بعيد. بالظبط كده، دي بتشجع قوي الفقره دي، وانا بحبها لان الحالات دي خست على كورس الاناسيليم، وكانت زي الناس اللي بتتفرج علينا اللي عايزين ينزلوا في الوزن، اللي عايز ينزل 40 50 30 كيلو، فبنقدر ننزل بالوزن ده. وزي ما انت شايفه اهي الحاله اللي قدامنا دي، نزلت معانا 30 كيلو مع كورس الاناسيليم في حوالي شهرين، بمعدل كل شهر 15 كيلو يا ندى. فشايفه الجسم بقى ده اللي بقول لك عليه، شايفه وهي لابسه الاسود جسمها مرسوم ازاي؟ صحيح. ايه اللي بيساعد في رسم الجسم؟ اول حاجه كبسولات السليمنج، تاني حاجه كريم شد الترهلات. انا مش مجرد ان انا بنزل الحاله في الوزن او بنزل الدهون اللي عندك، لا انا برسم لك كمان شكل الجسم. دي نقطه مهمه جدا، وخصوصا بالنسبه للستات يعني. طيب ممكن نروح للصوره اللي بعدها. ده برضو كان من انجح الحالات بتاعتنا يا ندى، لانه كان بيعاني من الحقيقه سمنه موضعيه في منطقه البطن، زي ما انت شايفه الكرش كبير جدا، هو لسه مكمل على فكره، بس كان عنده كرش جامد قوي، وكان عنده تثدي برضو جامد، بس جايز مش باين قوي في بعض الناس لما بيبقى عندهم سمنه، بعضهم مش كل الناس، بس بيحسسك ان انت اكبر كتير في السن. بالظبط، يعني انا هنا انا مش شايفه شكله، بس من شكل وقفته انا حاسه ان انا شايفه حد كبير. بالظبط، وهو فعلا هو مش كبير، هو في اوائل الثلاثينات. فهو مديكي بالاحساس ان هو شكله من السمنه اللي فيه ان هو ممكن يكون في الخمسينات او الستينات. قلت لي هو خس قد ايه في فتره قد ايه؟ نزل 25 كيلو في حوالي، بنتكلم في شهرين تقريبا. اوكي، 25 كيلو في شهرين، يعني تقريبا شهريا 12 ونص كيلو. تقريبا 12 ونص، وكانت اغلب السمنه في التثدي وكمان في البطن، وزي ما انت شايفه لسه مكمل، لسه ان شاء الله يعني محتاجين ننزل كمان حوالي 10 كيلو او 15 كيلو في شهر باذن الله. هيك. لا سهله ان شاء الله، سهله. تعالوا نروح للصوره اللي بعدها. ودي برضو كانت من انجح حالات كورس الاناسيليم، ان هو كان عنده سمنه كليه زي ما انت شايفه من اول الجسم لاخره يا ندى، قدر ينزل حوالي 20 كيلو في شهرين، يعني معدل كل شهر 10 كيلو، استخدم كبسولات الاناسيليم، كبسولات القهوه الخضراء، وكريم شد الترهلات من الشهر الثاني. في صور ثانيه؟ اوكي، دي اخر دي بقى صوره بقى. كان سمنه كليه، عايزه اقول لك كان عنده السكر، عنده الكبد الدهني بسبب السمنه، سكر وكبد دهني ومشاكل في العظم. بعد ما خس على كورس الاناسيليم 40 كيلو، بنتكلم في 3 شهور ونص، يعني تقريبا في كل شهر 12 13 كيلو، شايفه الحياه اختلفت ازاي؟ كبد الدهني اتعالج. قلت لي قبل كده ان الوزن كل ما كان زياده قوي كل ما حرقه كان افضل. حرقه افضل، ومنتجاتنا مع الوزن الزياده بتدي نتيجه رائعه، بيوصل ل 20 كيلو نزول في الوزن. ليه؟ لان دايما الدهون الزياده يا ندى لما
بتبقى متراكمه في الجسم، الجسم بيبقى عايز يتخلص منها في اسرع وقت، فبمجرد ما بتديله الكورس بتلاقي بينزل بشكل سريع جدا معاكي، ما هو في دهون متحمله بس فما بيصدق ينزل في الوزن. الحاله دي لو انتظمت على الكريم فعلا مش هتحتاج لعمليات قص ترهل اطلاقا اطلاقا، اصل ده حد شكله اتغير تماما. انت شايفه ما انا ده اللي بقوله، كبسولات سليمنج رسمت الجسم، عندي كمان الكريم شد الترهلات رسم شكل الجسم فقدر معانا ينزل بكبسولات الاناسيليوم وكمان القهوه الخضراء ينزل معانا الوزن ده كله وشكل الجسم مرسوم. طيب ما تيجي نحط نفسنا كده مكان السيد المشاهد. أيوة. انا استخدمت كورس اناسيليوم وخسيت عليه وحققت التارجت اللي انا عايزاه ايا كان، سواء بعرض الشهر اللي هو عليه خصم 50% او عرض الثلاث شهور اللي عليه خصم بيوصل ل 75%. ايوه. ووقفت استخدام الكورس. ايه بقى اللي بيحصل؟ يعني عاده يقول لك الجسم اول يعني انا اصلا انا خايف اخده فاخس ارجع عليه في الوزن، ارجع ابص الاقي الوزن بقى دبل بعد كده اطلاقا. احنا كورس الاناسيليوم ما فيهوش ابدا ابدا يا ندى النقطه دي، لان كورس الاناسيليوم كله مواد طبيعيه 100%، ما دام مواد طبيعيه يبقى انت في الامان، استحاله الوزن اللي انت هتنزليه ترجعيه مره ثانيه. كورس الاناسيليوم بالكامل مرخص من وزاره الصحه المصريه. طبعا كمان كورس الاناسيليوم بيكون من في العرض الشهري الواحد ثلاث منتجات، عرض الثلاث شهور عندنا منتجات كتيره قوي تكفي لمده ثلاث شهور، كلهم مرخصين من وزاره الصحه المصريه. عرض الشهر النهارده عليه خصم 50% لاول 100 متصل. كبسولات الاناسيليوم عليها خصم 50%، كبسولات القهوه الخضراء عليها خصم 50%، كريم شد الترهلات عليه خصم 50%. وكمان مش بس الخصم، لا كمان معانا هدايا كريم البشره وكريم العظم، يعني هيوصلهم النهارده خمس منتجات لحد باب البيت من غير مصاريف شحن، من غير مصاريف توصيل، متابعه مع الفريق الطبي. عرض الثلاث شهور الشهر الاولاني كبسولات الاناسيليوم والقهوه الخضراء، الشهر الثاني كبسولات القهوه الخضراء مع السليمنج، الشهر الثالث كبسولات سليمنج، معانا فيتامين يكفينا لمده 3 شهور، معانا كريم شد الترهلات يكفي لمده 3 شهور، وطبعا كريم البشره وكريم العظم هدايا برضه. انت عارفه برضه حتى لو التارجت بتاعك او بتاعك مش كبير، يعني انا عامله تارجت لنفسي 10 كيلو مثلا في الشهر او 15 كيلو، فكره ان انا اشتري، انت ممكن تشوفي جاره ليكي او بنت خالتك او اختك، انتوا هتشتروا العرض اللي هيكفيكوا 3 شهور بربع الثمن. صح، فانت كسبانه جدا، حتى لو التارجت بتاعك قليل انت تقدري ان انت تشتري الكورس بربع ثمنه، فبرضه دي فكره لطيفه جدا. صح فعلا عندك حق يا ندى، وفي ناس كثيره فعلا بتعمل كده، انه يبقى معاها اختها او جارتها او صاحبتها ويبقوا داخلين منافسه مع بعض بعرض الثلاث شهور، فده بينفع جدا. رقم اثنين، الناس اللي عندها سمنه مفرطه، الناس اللي عايزه تنزل 30 كيلو فما فوق، طبعا بنرشح لهم عرض الثلاث شهور، بيحميهم بيحمي صحتهم واكيد بيبعدهم تماما عن اخطار العمليات الجراحيه. طيب كلميني شويه عن مريض الغده، عشان مريض الغده ده يعني عاده بيبقى يائس، بمعنى يعني حتى لو هو رايح لدكتور تغذيه بيبقى داخل اللي هو ايه، انا جاي اعمل اللي عليا. أيوة. انا عارف ان انا كده كده مش خاسس، مش هخس. انا يعني من خبرتي في مرضى السمنه اللي بقابلهم كتير قوي عند دكاتره التغذيه وفي رحلتي في الدايت قابلتهم كتير، مريض الغده بالتحديد من اللي انا بشوفه، انا مش متخصصه، بس هو شخص بيبقى محبط احباط غير طبيعي، المنتج ده بيخسس طب انا هشتريه بس انا عارف ان انا مش خاسس، اتمرن حاضر انا هتمرن بس انا عارف ان انا مش خاسس، اروح للدكتور الفلاني تمام بس انا مش خاسس، مريض الغده شويه بيبقى حرقه رخم وتقيل. اي مريض غده دايما يا ندى بنشتغل معاه بطريقتين، اول طريقه ان انا لازم اراقب هرمون الثايروكسين عنده في الجسم. دي نقطه مهمه قوي، فعشان كده بنطلب من اي مريض غده بيعمل اول تحاليل الغده الدرقيه، فري تي 3 فري تي 4 والتي اس اتش، ويبعتهم على صفحه الفيسبوك اللي ظاهره قدامهم على الشاشه على رسائل الصفحه، وانا بتابع بنفسي الحالات والتحاليل. بعد كده بنشوف بنراقب مستوى هرمون الثايروكسين في الدم، لقيناه قليل بندي ثايروكسين من بره، سواء كان على حسب بقى التحليل، لو هتاخدي التروكسين 100 او 150 او 200 او 50 على حسب نسبته في الدم. عالجنا الحمد لله ولقينا ان هرمون الثايروكسين بقى نورمال، بقى طبيعي عند مرضى الغده الدرقيه، بنعمل ايه ساعتها يا ندى؟ بندي بقى كورس الاناسيليوم، اشوف بقى لو هو محتاج ينزل 10 كيلو 15 كيلو ندي كورس شهر، لو هو عايز ينزل مثلا 20 30 فما فوق بندي عرض الثلاث شهور. طيب يبقى احنا دلوقتي قدامنا
اتنين اوبشن، يا اما ناخد عرض الشهر ونفوز بخصم بيوصل ل 50% لاول 100 متصل، يا اما ناخد عرض الثلاث شهور اللي هيكفينا بجرعاته لمده 3 شهور بفيتاميناته بكل حاجه. في حاله عرض الشهر الواحد هيجي لنا 5 منتجات، في حاله عرض الثلاث شهور هيجي لنا 7 منتجات، وسواء خدنا العرض ده او خدنا العرض أكتر من ده سبعة يا نادر. كمان ايه؟ اكتر من 7. قلتي لي 7 كتير. لا اكتر، احنا معانا كبسولات في عرض الثلاث شهور. كبسولات الاناسيليوم، كبسولات القهوه الخضراء، وكبسولات سليمينج تمام، ومعانا كريم البشره وكريم العظم، معانا فيتامين لمده شهور كلها، يعني بيجي لهم علبه لكل شهر. فكده انت تحسبي 3 علب فيتامين مع كريم شد الترهلات، فشوفي كميه يعني المنتجات. يعني 3 في 7 هيجي لهم 21. هيجي باكج كامله كده كبيره عليها خصم 75%. اوكي، يبقى في كل الاحوال حضراتكم تقدروا تطلبوا هذا المنتج من خلال الارقام الموجوده تحت او من خلال صفحه الفيسبوك اللي احنا شايفينها دلوقتي قدامنا على الشاشه. دكتور حنان شرفتيني ونورتيني. انا ببقى مبسوطه قوي معاكي، وطبعا يعني سعيده ببرنامجك الجميل. ربنا يوفقك يا حبيبتي، نورتينا وشرفتينا وكترتينا. هطلع فاصل سريع وارجع تاني، من فضلكم استنونا شويه. رجعنا لحضراتكم ولسه مكملين معاكم فقراتنا، وصولا لفقره المناعه. احنا طول الوقت بنهتم بشكلنا الخارجي، سواء الوزن او الشعر او البشره، بس كمان احنا زي ما عايزين نبدو في ابهى اشكالنا، كمان يهمنا قوي ان احنا جسمنا من جوه يكون مؤمن. بمعنى ايه مؤمن؟ بمعنى ان انا يكون عندي جهاز مناعي قوي قادر يقف جنبي كده وما يغزلنيش وقت الازمات، ايا كانت الازمات. كورونا، مخلوي، يا رب اكون بقول اسم الفيروس صح، كورونا، مخلوي، اول حاجات بقى احنا خلاص بقى احنا بقينا ملطشه، احنا الجو دلوقتي مفيش امان يا شباب. فاحنا من الاخر لازم نكون طول الوقت محافظين على فكره ان يبقى عندنا جهاز مناعي قادر يسد معايا في اي وقت خطر. مشرفني ومنورني النهارده في فقرتي دكتور مصطفى حامد، استشاري امراض الصدر والبطنه وحساسيه صدر الاطفال، وكمان مستشار طبي لشركه AMD. ازيك يا دكتور؟ ندى اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ زي الفل. قول لي مبدئيا كده قبل ما اخش في الكورونا واللي احنا اتكلمنا فيها كتير، انا مش فاهمه يعني ايه التهابات الزايده ليها علاقه بالمناعه، ايه العلاقه؟ اي التهابات في الجسم ليها علاقه ببعضها، يعني بمعنى صح في بعض الناس بتعاني من موضوع التهابات الزايده المزمنه. يقول لك انا بيجي لي التهابات وانا عارف انها زايده، بس انا عشان هي مزمنه وممكن يتاخر في موضوع العمليه او خلافه، او الموضوع لا يرقى لدرجه ان انا اعمل عمليه او خلافه. يمكن في ناس توافقني، وفي سن معين بالذات سن الشباب او السن بمعنى صح ما بين 6 سنين لحد 18 سنه. ده مثلا نوع من انواع الالتهاب. نوع الالتهاب ده ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو المفروض اي التهاب في الجسم بيترتب عليه ان الجهاز المناعي بيبدا يهاجم هذه الالتهابات، لان دي حاجه غريبه عن جسمي. بالظبط زي التهابات الصدر في حاله الكورونا او الكوفيد، او التهابات مثلا واحد عنده التهابات على المراره، او واحد عنده التهابات في مفاصل رجليه. اي نوع الالتهابات طالما في التهاب يعني في حاله تحفز من الجسم ان انا لابد ان انا ارجع الانسجه دي لطبيعتها، او بمعنى صح اقلل التهاب. الالتهاب ده بيتكون عباره عن ايه؟ أنا بتكلم التهاب عموما. هو بيتكون عبارة عن خلايا التهابية بتطلع نتيجة مهاجمة حاجة معينة. يعني مثلا لو جينا مثلا حاجة زي الزايدة مثلا، ممكن تكون نتيجة أكل الشطة كتير، أو ممكن يكون نتيجة التهابات انسداد مثلا بذرة ليمون، بذرة بطيخ. أنا ليه بدأت بموضوع الزايدة؟ لأن إحنا جالنا سؤال. مظبوط. يعني يعني إحنا جالنا سؤال على السوشيال ميديا إنه أنا مش فاهم، أنا جالي التهاب زايدة والدكتور بيقول ان عندي مشاكل كتير قوي في المناعه، فهل مشاكل المناعه ممكن تاثر على التهابات الزايده؟ عشان كده كان ضروري ان انا ابدا بالسؤال ده. بس اللي انا عايز اعرفه، طيب انا دلوقتي امنت نفسي وخدت الاكل الكفايه اللي يامنني، هل انا يوميا مطلوب مني اكل كميات معينه عشان امن جهازي المناعي ويبقى قادر يدافع عني بشكل صحيح؟ الالتزام في حد ذاته شيء صعب، عشان خاطر اقدر احقق النقطة اللي انت بتتكلمي عليها، ان انا اوصل فيتامينز معينة لجسمي بدرجة معينة يوميا او بصورة يومية، يبقى انا برضو لابد ان انا، لا انا مش طول اليوم قاعد في البيت، او مش طول اليوم هاخد بالي من القصة اللي زي دي.
دي نقطة. نقطة انخفاض المناعة أو معنى صح ضعف الجهاز المناعي بتاعي يعرضني إن أنا أصاب بأي التهابات في جسمي؟ أه طبعًا، لأن أوريدي أنا محتاج إن أنا أقدر أسيطر على أي التهاب في بدايته. لكن لو خرج عن السيطرة فهو بالتالي هيعرضني لمضاعفات حادة كتير، زي اللي حصل معانا في وقت الكورونا، أو زي اللي حصل مع السؤال اللي سأله في حالة الزايدة، الالتهابات المستمرة للزايدة أو المرارة أو المفاصل. ولكن يبقى الوضع، ازاي اقدر اقلل الموضوع ده؟ احنا اتفقنا احنا بنقوي الجهاز المناعي لابد عن طريق في فيتامينز ومكملات، زي ما حضرتك اشرتي لنقطه ان انا بقوي الجهاز المناعي عن طريق اكل صحي. اكل الصحي ده جزء لا يتجزا عن الكلام اللي انا بتكلم فيه. المكمل الغذائي في القصه اللي زي دي مهم جدا جدا، لان في بعض الفيتامينز اللي بتزود الجهاز المناعي وتقويه بنسبه لا تقل عن 60-70%، زي فيتامين ألف ودال والاوميجا 3، للاسف انا ما اقدرش اخدها في اكلي بصوره كامله. فبالتالي أنا محتاج أخدها بمكمل غذائي، وده جت فكرة كلمة مكمل غذائي. طيب هنيجي نتكلم على فيتامين ألف ودال والأوميجا 3، إيه أهميتهم بالنسبة للالتهابات في جسمنا عموما، سواء كانت التهابات في الجهاز التنفسي أو التهابات في الجهاز الهضمي، سواء كانت زايدة أو مرارة أو التهابات ذات نفسه في العظم عندي. مبدئيا الكولوسيز هو بيتكون من رقم واحد أوميجا 3. أوميجا 3 رقم واحد هو مضاد للالتهابات عن طريق حاجتين. رقم واحد ان هو بيحاول يقلل الخلايا الالتهابيه اللي بتفرز اثناء عمليه انفلاميشن بروسيس، اللي عمليه الالتهاب نفسها وهي بتتكون. فبالتالي السيتوكينز اللي هي الخلايا الالتهابيه دي عايزه تطلع بكميات رهيبه. فبالتالي كل ما طلعت بكميات اكتر كل ما زادت الفوضى اكتر في جسمك، او بمعنى صح مشينا في حوارات اسرع. فبالتالي انا محتاج ان الاوميجا 3 تبقى كافيه. وعلى فكره الاوميجا 3 فتره زي فتره فوق سن الشباب، فتره الشباب مثلا، انا محتاج من جرام لجرام ونص، ودي نسبه مش قليله. فبالتالي انا بستعين بالكولوسيس في القصه زي دي لانه مصدر بحري امن، او معنى صح متوفر فيه بكثره نسبه الاوميجا 3. فدي نقطه هنحطها على جنب. تاني حاجه برضو الاوميجا 3 بتعملها، هي بتحاول تنشط كرات الدم البيضاء، اللي دايما حتى لما نيجي نعمل تحليل مراره، سوري عايزين نشيك على المراره ملتهبه ولا لا، او تحليل زي ده، من ضمن الحاجات اللي بنعملها بنعمل سي بي سي عشان نشوف نسبه التوتال كيسوتيك كاونت، اللي هي عدد كرات الدم البيضاء، وده عباره عن يعني عنصر من عناصر تحليل صوره الدم الكامله. طب نبص ليها ليه؟ بيعرفنا او بيبقى انديكيتور او علامه او مؤشر لنسبه الالتهاب قد ايه. وكل ما زادت نسبه الالتهاب كل ما كان القرار بتاعي اللي بتخذه مختلف عن التاني. ولكن لو نسبه الالتهاب قليله انا بدي المريض فرصته ان ممكن اقول له احنا نضيع الالتهاب الاول، وبعد كده نقدر نشوف هل نعمل عمليه او خلافه على حسب راي الجراح في القصه اللي زي دي. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا ما عندي فيتامين الف، وده مهم جدا جدا لحاجتين. فيتامين الف طبعا للجمال، ايوه اللي طبعا عارفاه، ايوه دي نقطه مهمه. وفيتامين الف للصحه، فيتامين الف للصحه، ودي نقطه عندي غايه في الاهميه. لو فيروس زي فيروس كورونا كوفيد، اللي في بعض الناس بتقول لك انا حاسه ان موجود دلوقتي وسطنا اليومين دول، تختلف من مناطق لمناطق، ولكن احنا في الاول وفي الاخر هو فيروس تنفسي، يعني انتقاله عن طريق التنفس. يعني بمعنى صح انا محتاج ان انا اقوي او اضعف الفيروس اثناء اختراقه لجسمي. والاختراق بتاع الفيروس سهل جدا، لان احنا اتفقنا ان اختراق الفيروس بيتم عن طريق التنفس. الرذاذ لو في المسافه اللي بيني وبين الشخص المقابل ليا قريبه، فبالتالي الرذاذ او عن طريق اللي هي المسافه اللي هي ابسط حاجه اللي تبقى متر، ده الحد الادنى مش اقل من متر. طبعا المسافه عشان خاطر الرذاذ ما ينتقلش ليه بمنتهى السهوله. دي نقطه. النقطه الثانيه، الاسطح الملوثه. كل الحاجات دي بتوضح اهميه فيتامين الف، انه في حاله اختراق الفيروس لجسمي هو بيضعف من قوه الفيروس. دي نقطه. النقطه الثانيه، هو بيهاجم الفيروس. خلي بالك اختراق الفيروس، لما نيجي نلاحظ يقول لك الفيروس لما يجي يخترق الجسم بيقعد من 4-5 أيام عشان تبدا تظهر الاعراض. يعني مثلا في حد مثلا يجي مثلا يكشف عندي، فبيقول لي يا دكتور ده انا امبارح كنت قاعد مع واحد عيان وكان عنده رشح. اقول له لا مش هو ده اللي عليك، وهو مش في ظرف يوم واحد هتبان عليك الاعراض، لا ده الفيروس لازم يدخل جسمك يقعد من 3-4-5 أيام على حسب نوع الفيروس الا ما تبدا الاعراض تظهر. بس انت كده يا دكتور مش هتبقى عارف الخيانه جات لك منين. يعني عاده فعلا لما بتظهر الاعراض بنبدا نراجع انه امبارح كنت قاعد مع مين، كنت خارج مع مين، كنت في العربيه مع مين. لا ده احنا كده هنراجع قبلها ب5 أيام على الاقل. مظبوط، وده الصح. يعني انا ممكن اصاب مثلا بعدوى وانا قاعده مع حضرتك بس ما اعرفش غير بعدها ب5 أيام. ممتاز،
كلام حضرتك، لان بيعدي فتره حضانه الفيروس لابد انه بيجهز جيشه فيها داخل الجسم عشان يقدر يهاجم. الفتره دي اخطر فتره عندنا، الفتره اللي انت مش حاسس بيها بنفسك، وفي نفس الوقت الجهاز المناعي مستحس عندك ومفيش اعراض ظهرت عليك. الكولسيس في القصه اللي زي دي هو اللي بيقدر يقف جنبك بما يحتويه من فيتامين ألف ودال والاوميجا 3. ازاي؟ ما هو اوريدي انت في عندك ملتيبليكيشن، في تكاثر للفيروس عندك. مين اللي هيوقف التكاثر بتاعه؟ الكولسيس. مين اللي هيحاول يبطئ من نموه؟ الكولسيس. مين اللي هيحاول يطلع الخلايا القاتله اللي تقدر تقضي على معظمه او ديمايستينز بتاعته بمعنى صح معظم الفيروس؟ الكولسيس. ففي الحاله اللي زي دي انا بتكلم على فتره بتختلف من شخص لشخص على حسب الجهاز المناعي. عشان كده دايما بقول لما تيجي تستثمر استثمر في ما يخصك من الجهاز المناعي، من تقويه الجهاز المناعي، ودي اهم شيء عندي. عشان كده يا جماعه انا ايا كان الالتهاب في جسمي، ايا كان التهاب مزمن او حاد، بتفرق على الجهاز المناعي معاك. عشان في بعض الناس تقول لك طب انا هاخد الكولوسيس بس عشان خاطر فيروس الكورونا او البرد او الانفلونزا او الفيروس المخلوي. سيدي الفاضل، انت لا تامن الضربه جايه لك منين، او بمعنى صح ايه اللي هيهاجمك، ولكن انت في خلال اليوم بتتعرض لالاف البكتيريا والاف الفيروسات اللي جسمك بيدافع عنك من غير ما انت حاسس. عشان كده طول الوقت نقول خلي مناعتنا طول الوقت جاهزه، خلي جسمنا طول الوقت جاهز انه يقاوم ايا كان. مظبوط. حتى لو المقاومه دي ممكن تبقى حب شباب، يعني احنا طول الوقت محتاجين يبقى عندنا حاجه واقفه تحمينا في جسمنا. دكتور مصطفى حضرتك شرفتني ونورتني. ميرسي جدا. لحد هنا للاسف فقرتي وحلقتي كمان بتخلص. اقدر اقول لكم دلوقتي بمنتهى الاريحيه باي باي يا زباتي.